طبعا هذا البحث هو بحث وبائي استقصائي بامتياز، نحاول فيه جمع اكبر قدر ممكن من البيانات وننشره للعامه حتى يمكن مشاركته ومقارنته بالاعمال الاخرى التي تقوم من قبل الباحثين تقدم من قبل الباحثين او من قبل جهات حكوميه مثل وزاره الصحه، وزاره البيئه والمياه والزراعه، وعلى اثرها يمكن لهذه الجهات بناء طرق المعالجه او طرق التدخل ومعالجه المرضى.